الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبتدئ إخواني خير ما نبتدئ فيه آيات من الذكر الحكيم من الأخ طارق محمد جابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المصلح الأول سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة الفضلاء، أيتها السيدات الفضليات، رموز الإصلاح في هذا الوطن العزيز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم ومرحبا في بيتكم وفي مقركم في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في قاعة الإصلاحية الرمز المهندس المرحوم أحمد الطيش الأزايدة. هذا الرجل الذي أعطى لوطنه شيئا كثيرا فجزاه الله خيرا عما قدم لوطنه وشعبه. نحن في هذا اللقاء مضيفون رغم أنكم أصحاب البيت. إننا نضع هذه القاعة ونضع فروعنا ونضع مكاتبنا وكوادرنا تحت تصرف أي عمل وطني حراكي يخدم مصلحة هذا الشعب الأردني الكريم. ونؤكد لكم أيها الإخوة والأخوات أن الإصلاح بالنسبة لنا هو خيار استراتيجي، وأن الحراك الإصلاحي كذلك هو خيار استراتيجي ولا يمكن النكوص أو التخلي عنه تحت أي مبرر أو أي ذريعة ولأي سبب كان. فالمحافظة على الحراك مصلحة أردنية وطنية كبرى نقدر الالتزام بها. إن المعارضة الهادفة البناءة الراشدة ضرورة وطنية، ففي الدول الغربية والمتقدمة هم من يصنعون المعارضة إذا لم تكن موجودة من أجل تجويد العمل السياسي والمساهمة
في صناعة القرار الراشد. أيها السيدات، أيها السادة، نحن كحزب سياسي مشروعنا الذي عبرنا عنه منذ 4 أعوام هو إصلاح النظام وإصلاح مؤسسات الوطن التي اعتراها الفساد وسادها رموز فاسدة لا تخفى عليكم جميعا. وإن إصلاح النظام بالنسبة لنا هو استراتيجية ثابتة وليس خيارا تكتيكيا، ونحن نعتقد أن هذا الخيار هو الخيار الأنسب لأوضاعنا في بلدنا وسياستنا في التعاطي مع شركائنا الأخيار، أننا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ولا شك أن هناك جوامع كبرى تجمعنا مع الخيرين من أمثالكم، وهذا هو أصل العمل التنسيقي. فالمصالح العليا للشعب الأردني وإصلاح الأوضاع المختلفة ومحاربة الفساد تجمعنا جميعا في خندق واحد للدفاع عن هذا الوطن العزيز. ونحن لسنا أوصياء على أحد، وأنتم أهل الميدان وقد قدمتم لبلدكم الشيء الكثير وقد أعطيتم لشعبكم عطاء مباركا. أيها الإخوة والأخوات، نشكر تنسيقية محافظة إربد لاختيارها موقع ومقر حزبنا لهذا اللقاء الوطني الخير، وسنترك لكم المجال بعد جلسة الافتتاح لتبدأوا في برنامجكم وعلى بركة الله، ولكم كل الترحيب. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية كلمتي أتوجه إلى حزب جبهة العمل الإسلامي لاستضافة هذا الملتقى، فقد عهدنا دوما حرصهم على كل عمل من شأنه رفعة الأردن وتقدمه وازدهاره. الحضور الكريم، أيها الأحرار الشرفاء، تعلمون أن من يصنع التغيير في أي مجتمع هم القلة ممن يمتلكون الحس الإنساني والضمير الحي والغيرة على أوطانهم، وهم من يضحون بمصالحهم في سبيل أن يحيا الآخرين بعزة وكرامة وحياة أفضل. وأنتم أيها الأحرار تنطبق عليكم هذه الأوصاف جميعها، فقد آثرتم السير في الطريق رغم المخاطر على أن تمكثوا في بيوتكم صامتين قانعين بما آتاكم. إخواننا الحراكيين، جاءت هذه المبادرة وهذا الملتقى بمناسبة الذكرى 4 لانطلاق الحراك، ولإيماننا بالعمل الجاد واستمرارا منا وتأكيدا على مطالب الحراك التي انطلق من أجلها. كما تعلمون أن النظام لم يقدم إلا إصلاحات شكلية، لأنه لا يؤمن بالإصلاح الحقيقي بما يعيد للشعب حقه في الدولة سلطة وموارد. وبالرغم من تكرار وما زال أننا ماضون في مسيرة الإصلاح، إلا أن مسيرة الإصلاح قد توقفت مع بداية الربيع العربي. لا بل، فقد حدثت ردة على الإصلاح، ولا يلوح في الأفق أن مسيرة الإصلاح ستستمر، لأن هذا الذي حدث على أرض الواقع معاكس ومنافي لكل هذه الأقوال والتصريحات. فلم تتقدم مسيرة الإصلاح قيد أنملة. من هنا فقد ارتعينا نحن في تنسيقية حراك إربد وأمام هذا الواقع أن نبادر لجمع الحراكات وتوحيدها من خلال تشكيل تنسيقية للحراك الأردني على مستوى الأردن، تضع الخطط والبرامج السلمية الكفيلة بتحقيق مطالب الشعب الأردني المشروعة والمحقة، وعلى رأسها إجراء تعديلات دستورية تطال بشكل مخصوص المواد 30 و34 و35 و36 و37 من الدستور،
والتي تكرس احتكار السلطة واحتكار القرار السياسي، وبنفس الوقت تغيب الشعب الأردني عن المشاركة في صنع القرار وصنع مصيره بنفسه. بالإضافة إلى مطالبتنا بأن تتوقف الأجهزة الأمنية عن الخروج عن مهامها التي وجدت من أجلها، ووقف تدخلها في الجانب السياسي والإداري والمالي، ومحاولاتها المتكررة لتزوير إرادة الناخبين كما حدث هذا مرارا وتكرارا في مرات سابقة. الزملاء المحترمين، تعلمون أن الفساد هو نتيجة حتمية للاستبداد والتفرد بالسلطة، ولن تنجح أي محاولة للقضاء عليه دون محاربة التفرد بالسلطة. ولهذا فإننا لم نشهد أي جدية تذكر في محاربة الفساد في الأردن، وبقاء رموزه يتصدرون المشهد ويحتلون المواقع السيادية في الدولة. أيها السادة، في عالم اليوم فالدولة التي لا تستند شرعيتها عبر آليات ديمقراطية متعارف عليها لا شرعية لها، وعلى جميع أركان النظام أن يفهموا أنه قد آن الأوان لتغيير المعادلة التي يمتلك فيها 100% من السلطة مقابل 7 مليون أردني يمتلكون 0% من السلطة، فلم يعد هذا المنطق مقبولا. أيها الأخوة، الديمقراطية والحرية أصبحت مفاهيم عالمية، ولم تعد حكرا على شعب أو قومية أو فئة من الناس. إن الشعب الأردني يستحق أن يسير بخطى ثابتة نحو الهدف، والرهان على الوقت لن يجدي نفعا. إنه فقط يعمل على ترحيل مشاكلنا وأزماتنا إلى زمن آخر لتواجهها الأجيال القادمة. الزملاء الأكارم، لقد أثبت الحراك الأردني طيلة مسيرته الممتدة ل4 سنوات أنه حراك راشد وناضج وعاقل، ونحن فخورون به. ولهذا نحن نبعث برسالة واضحة لكل من يهمه حاضر الأردن ومستقبله، أننا ننشد إصلاحا حقيقيا وجذريا ودائما بلا كلفة وبلا ثمن، تخرج من خلاله كل الأطراف رابحة، ويجنبنا الفوضى والخراب والدمار. فهل يستجيب العقلاء في بلادنا قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة؟ إن غدا لناظره لقريب. والسلام عليكم ورحمة الله. أترك الكلمة الآن للدكتور معين الشريف. الأخوات والإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه ليسعدني في هذا اليوم ويثلج صدري أن أكون حاضرا لهذا الجمع الطيب والخير والمبارك. هذا الجمع الذي صمد على مدى أكثر من 4 سنوات من عمر هذا الحراك الوطني الأردني الشريف، واجه كل التحديات من أجل الأردن والأردنيين في كل منابر الوطن وساحاته. إن أبناء الحراك الوطني الأردني، سواء الموجودين هنا هذا اليوم أو الذين لم يستطيعوا أن يكونوا معنا في هذا اليوم المبارك، إن أبناء الحراك قد تحملوا على مدى أكثر من 4 سنوات الكثير من المشقة والتعب، وأحياناً الإهانة والتضييق في لقمة العيش، إلا أنهم صبروا وتحملوا دفاعاً عن أفكارهم التي يؤمنون بها وهدفهم الاستراتيجي في بناء الأردن الديمقراطي الذي يعيش فيه أبناؤه، كل أبناؤه، برخاء وكرامة وشراكة حقيقية. لا يختلف أي منا أيها الإخوة والأخوات الأفاضل أن الحراك موحد بأهدافه، والاتزان والرقي ورفعة الأخلاق هي أبرز سماته وميزاته. ألم يكن هذا الحراك هو الأحرص على أمن وأمان الأردن والأردنيين، حتى كان حرصهم أكثر من حرص كثير من المسؤولين وأصحاب القرار في فترات ومفاصل تاريخية وحرجة من عمر الأردن الحبيب؟ ألم يتعرض الكثير من الحراكيين والحراكيات للإهانة والتشهير؟
ألم يتعرضوا للإدعاء عليهم بأمور لم يقترفوها والإساءة لهم ولعائلاتهم؟ إلا أنهم تحملوا هذه الإساءة إيماناً منهم بصلابة المعتقد والإيمان بالمبدأ، فكانوا من الصابرين والكاظمين الغيظ، متسامحين ومترفعين عن رد الإساءة بمثلها. وهذا عنوان قوة هذا الحراك. أيها الإخوة والأخوات، من يملك الهدف والرؤية المشتركة ويمتلك هذا الاتزان وتلك الرفعة بالأخلاق وذلك الصبر، ألا يستحق منا الإشادة؟ بلى والله يستحق الإشادة. فأنا أطلب منكم أن تحيوا الحراك الشباب الأردني. كل ما نحن بحاجة له هذا اليوم هو التواصل فيما بيننا وخلق إطار تنظيمي وتنسيقي. وأنا هنا لا أتحدث عن هيكلة مؤسسية، إنما إطار يوحد هذه المجموعة من الشرفاء، تلك المجموعة التي تمتلك نفس الرؤى، وذلك من أجل تحقيق أهداف وأماني كل الأردنيين. لا أعتقد أن شخصاً واحداً موجود بيننا هذا اليوم يبحث عن مصلحة شخصية، إنما جميعنا وجميع من عايش الحراك الشباب الأردني على مدى السنوات الأربع الماضية يبغي مصلحة الأردن والأردنيين. فأنا شخصياً أعتبر أي شخص موجود معنا اليوم والكثير من الحراكيين الذين لم يتمكنوا من القدوم أيضاً، أعتبرهم يمثلونني. كل الشكر لكم جميعاً، والشكر الموصول لمنظمي هذا اللقاء الذين عانوا الأمرين خلال الأيام الماضية وأحدهم اعتقل هذا اليوم. وشكراً لكل من فوت الفرصة على بعض من حاول إفشال هذا اللقاء. ولا أنسى أن أشكر المستضيفين الإخوة في جبهة العمل الإسلامي الذين قدموا لنا الدعم اللوجستي والمعنوي، مقدرين أشد التقدير على هذا الدعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أتوجه بالتحية والاعتزاز للأخوان في جبهة العمل الإسلامي لاستضافة الحراك الوطني الشعبي الأردني، وأيضاً أحيي كل مندوبين الحراك والمكونات الشعبية الأردنية في هذه القاعة. أنا وزملائي أتشرف بوجودهم، هؤلاء الأبطال الذين صمدوا أربع سنوات، وإن شاء الله الصمود إلى النهاية. وأيضاً أتوجه بالتحية والاحترام والتقدير لحراك إربد وحراك الطفيلة، هذا الحراك الذي صمد أربع سنوات وبالعكس اتسعت قاعدته الشعبية. وهذا الحراك أنا وزملائي في تنسيقية عشائر الأردن، ائتلاف عشائر الأردن، أخذنا نموذج، ولهذا أتينا إلى هذا اللي ساعدنا أيضا نأتي إلى هذا الاجتماع، كي نثبت هذا النموذج ونعمل على توسيعه وإدامته وتقويته. نحن مع خلق إطار تنسيق مركزي يتمثل فيه مندوب عن كل حراك ومكون وطني في هذا البلد الصامد، حتى يصبح هذا الإطار مرجعية من خلاله توضع آليات عمل وبرامج وخطط تخدم مصالح شعبنا وبلدنا العليا. لا أمل لهذا البلد إلا بهذا الحراك، أن ينشط، أن يتجذر، أن يتبنى ضمن آليات عمله مطالب قطاعات إنتاجية من شعبنا التي تمثل 90% من حجم شعبنا، موظفين، طلاب، مرأة، شباب،
مزارعين، مربي مواشي، عمال وجنود، صغار الجنود، صغار الضباط. هذه القطاعات من شعبنا علينا نحن في الحراك أن نتبنى مطالبها حتى نحول العام إلى الخاص، ونبني لنا حامل اجتماعي، قاعدة اجتماعية جماهيرية من خلال تبني مطالب هذه القطاعات الإنتاجية التي تمثل 95 من شعبنا. يعني نحن بكرة أي قطاع عمالي، أي قطاع مهني، أي قطاع حتى المنتجين في البلد يجب أن نتبنى مطالبهم ونقف إلى جنبهم وننزل إلى الشارع معهم. أنا بالنهاية بحيي الجميع وشكرا لكم والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. جمال غنيمات التيار الأردني 36 أحرار وطن. أرحب بهذه الوجوه، هذه الوجوه الطيبة، لا أحلى ولا أجمل ولا أبهى من هؤلاء الناس الذين لبوا هذه الدعوة وأتوا من أجل الأردن ومن أجل مستقبل أجيالنا القادمة. إنني أنظر إلى هذه اليافطات وهذه المسميات الكثيرة وأرى أن هذه المسميات لا يمكن أن تنجز مشروع وطني ناجح، ولا يمكن أن تنجز حراكا حقيقيا بدون الاندماج الفعلي. نتفق بالرؤية، نتفق بالأهداف، نتفق بالمطالب بالإصلاح، نتفق بالمظلومية جميعا لأننا كلنا تعرضنا لها. فما الذي يمنعنا من الاندماج الحقيقي وإلغاء كل هذه اليافطات باسم الحراك الوطني الأردني؟ هذه رسالة باسم التيار 36 إلى كل هذه المسميات لنكون جميعا إطارا حراكيا واحدا يستطيع أن ينجز مشروع وطني موحد، نستطيع أن نصر وننجز ما نريد. إن هذه الرسالة برسم الجميع وأوجهها للجميع من أجل أن نخرج من هذه القاعة بتصور واحد لإنجاز حراكا موحد. والسلام عليكم. نحن بحاجة إلى إعادة توازن حقيقي، وأضم صوتي إلى أخي، هو تشكيل الحراك الوطني الأردني للإنقاذ تحت مسميات الكرك تحت الكرك وإربد وهذا، لكن المجمع الكبير هو الحراك الوطني الأردني. اثنين، أطالب ومن هذا المنبر الحقيقي واللقاء المحترم أن نطلب من النظام الانسحاب من التحالف الصهيوني-أمريكي القذر بحجة والذي هو بحجة محاربة الإرهاب، والكل يعلم بأن هذا المصطلح مصطلح الإرهاب هو ضد الإسلام وضد المسلمين والدين. وشكرا جزيلا. الصلاة والسلام على خير البرية، أول من دعا لإصلاح البشرية جمعاء، محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. باسمي شخصيا أنا أخوكم محمد أبو طربوش، وباسم حراك بلدة الأشرفية من لواء الكورة محافظة إربد، أتقدم إليكم بكل الشكر والتقدير للذين دعوا إلى هذا اللقاء وعلى الجهد الذي بذلوه، وهذا إن دل على شيء دل على اهتمامهم بالهم الوطني والشعور الجمعي. والشكر الثاني لمن أتاح لنا الفرصة لهذا اللقاء وقدم لنا هذا المبنى، شكرا لجبهة العمل الإسلامي. إخواني الحضور، لا أريد أن أطيل بالكلام، فكل ما أود أن أقوله قاله كل واحد فيكم في مناسبات عدة وقلتموه كلكم. كلنا حافظين الدرس، حافظين الوضع في هالبلد،
وين صارت وشو المستقبل وشو الآن الحاضر. نحن باختصار في حراك بلدة الأشرفية محافظة إربد بوصلتنا تتجه نحو الوطن من المدورة إلى الرمثة، فنحن معكم ما دمتم مع الوطن، ونحن بخلافكم إذا احترفت البوصلة خارج هذا الوطن. نحن مع الأردن شعبا جيشا ما دام مع هذا الوطن، مخلصين لتراب هذا الوطن، لنساء هذا الوطن، لشباب هذا الوطن، لأجيال هذا الوطن الذي عشنا فيه مستقبلا وحاضرا. نحن نسعى في حراك الأشرفية لاستعادة دولتنا التي فقدنا منذ أن وعينا، فقدنا هذه الدولة، نسعى لاستعادتها سلطة وموارد من مجموعة حكمت هذا البلد ولا زالت تحكمه بنظام العصابة، لا بنظام المؤسسات والقانون. نتطلع أن نعيش في دولة تضم هذا الوطن بشعبه كله بكل مفرداته دولة مؤسسات وقانون. لا أريد أن أطول، الاقتراح الذي تفضل به الأخ مندوب تنسيقية إربد هو تشكيل تنسيقية جامعة لحراك الوطن، نحن مع هذا الاقتراح، والسلام عليكم ورحمة الله. زي ما تفضل أخواننا اللي قبلي حكوا أشكرهم، يعني أن يكون تنسيقية مركزية لجميع الحراك في الأردن، وأن تكون أي فعالية تنشأ بالأردن من شمال إلى جنوبها تحت مسمى واحد بشعار موحد، حتى الهتافات أن تكون موحدة. مجلس يا ريت كمان إنشاء يعني وجوه الطيبة كلها خيرة وكلهم ما شاء الله همهم الوطن فوق الاعتبار، يا ريت أن يكون هناك مجلس حكماء للحراك الأردني يكون مرجع لهم بأي مشكلة تعرضوا لها. الأهم مجلس حكماء يا شيخ، حكماء الحكمة لا تكون بالاختيار ولا تكون بالكبير السن، تكون بالأصحاب العقل. ويا ريت كمان أن يكون بالتنسيقية اختيار أشخاص أصحاب وعي وأصحاب حس وطني أن يكون ناطقين إعلاميا للحراك الأردني، ما يكون شتى ومن هب ودب، وتفعيل الحراك المطلب يا ريت يكون مفعل وندعمه. وآخر شيء تكريس جهود أكبر للمعتقلين إخواني اللي تم اعتقالهم حتى اليوم السابقين، جزاك الله كل خير. شكرا. أنا لا أريد أن أطيل، أريد أن أتقيد بالدقيقتين فقط. أنا يعني أريد أن أقول للأستاذ السرائري اللي تفضل هناك، عجبني الحقيقة كلامه مثل ما عجبني كلام المتحدثين السابقين، عليكم أن تتجمعوا وإلا فإننا سنبقى في وضع نسير في من سيء إلى أسوأ. أقترح في هذا الإطار أن ندخل في الموضوع مباشرة بدون مقدمات ومديح، والخطوة رائعة اللي تقدمتوا فيها في تنسيقية إربد أن نقوم بالتحديد، ندخل في كيف نعمل إطار تنظيمي. لنقل الآن أنه بدنا للممثلين القطاعات القوى السياسية الأحزاب أو التكتلات لهم القدة، أنا طرحي أن يكون أيضا للمستقلين يكون لهم، ما بصير بس للحركات وللتكتلات، بدنا أيضا شخصيات مستقلة مش محسوبة على أي حراك حتى تكون في هذا المجلس، والسلام عليكم. أشكر الأخوة الذين نظموا لهذه الجلسة، كما أشكر حزب جبهة العمل الإسلامي على استضافته لهذه الجلسة، وأشيد بكل الأخوة الحضور الذين لبوا الدعوة وجاءوا إلى هذه الجلسة، حيث أشعروني شخصيا بالنشوة أن ما زال هناك حراك نشيط رغم تباعد المسافات الجغرافية بين مكونات الحراك الأردني. تلبية لما اقترحه الدكتور أنيس، أريد أن أدخل في الموضوع مباشرة. نريد أن نعرف ما هو الشكل والإطار المقترح للتنسيقية، لا نريد أن نضيف مسمى إلى المسميات الجديدة الموجودة، نريد أن يكون هناك مظلة تحوي كل المسميات الموجودة. وأن هذه الخطوة جاءت متأخرة جدا، ولكن من لا يدرك كله لا يترك جله، ولذلك أنا مع هذا التوجه على أن يكون مدروس بشكل عميق جدا لا يحتمل الفشل،
ويكفينا عثرات وعقبات خلال الأربع سنوات الماضية وقعنا فيها نتيجة عدم التنسيق والأمور الارتجالية التي اتخذت في كثير من المواقف. لذلك أدعو للتخطيط الجيد وأن يكون هناك جلسة تحوي جميع الممثلين الرئيسيين بالإضافة للمستقلين يتكلموا في أمور جامعة. المبادئ الأساسية في الإصلاحات معروفة. أدعو كشكل أخير أن تتخذ الوثيقة السياسية للتجمع الشعبي للإصلاح كمرجعية لهذه التنسيقية، ونحن ندعو بشكل أساسي أن تعود السلطة، كل السلطة للشعب، وأن لا يكون هناك أي قرار بعيد عن الإرادة الشعبية. وشكرا لكم جميعا.